التيم أول شيء تقبل الله. التيم اليوم بوديكم مكان يبل في البحر، يعني عادي تحصل أشياء بحرية وأشياء جبلية، وعادي تحصل أصداف متحجرة. مكان سري، هنا بروح. واللي بيخاويني يا ربي يجهز بعبي بترول. تيم وصلت للمكان، بس البحر متروس، بس حصلت لكم فعالية. شوفوا بصور لكم. يبل وهذا البحر، لازم يكون البحر راجع، بس اليوم البحر متقدم، بس نتمشي هنا سريع. من الجدول اليوم ما شاء الله، شوفوا هيك الموية الكبيرة بطروا فيها، شوفوا هناك يا ويل عالي. يلا خذ لك، شوف الحجم ما شاء الله، قوي والله قوي. دفنا الحين، اي عليك ما شاء الله، ضرب ضرب والله. يلا ابدا الاحمر، الاحمر قوي بعد. لا هذه حرام تفوتها المويه. شوف هاي البقره او البعو. وصلنا المنطقه الجبليه البحريه، تونا حصلنا كبير نفسه. شله شكله عجيب، عندي نفسه ما منكسر، وارويكم اياه منكسر بعد. شوفوا كيف الاشكال، فول اكو واحد كبير منكسر بعد. بنحصل نبته سريعه، التلفون بيفضي. تيم خذ لك، انا ايش خلاني الاسكندوره بس بعد منكسر. بسوي لنا وزن على الفاضي، نخليه نحدي شنه. اوه ها شكله ما منكسر، بس صغير، بس هاللون انا اقول لكم نادر ما يتحصل وايد. شنه تيم، شوف البحر قاعد يطلع اشياء، ما اعرف هاي شكله حلو. شوف البحر يطلع واحد ابيض كبير، بس ما باه. يا سلام شوفوا هالمكان، قوي والله قوي وفل. شوف البحر شو مطلع هنا، ناخذ لفه سريعه وبنوصل لليبل. حتى شوفوا حجم هذا كيف، ما بش اللي عندنا نفس الحجم بس مكسر. شوفوا هنا بعده في ماي، شوفوا هنا هاي الحالة. شوفوا الصدفة كيف، روح تيم جوكر. شوفوا هذا بعد شكله قوي تيم، شوفوا هو منكسر كذا شكله، كيف لو مو منكسر. هالمنكسرين اغلب شيء يسووهم ميدالية، يطلع شكلهم طر. بعد واحد، شوف هاي الحصى تقدر تسوي فيها مسابيح، اي شيء تقدر تسوي فيها. حلوه بس منه ما حلوه، منه اوكي. نشوف هالقوطي يعني كم عمره، او قوطي شو اتوقع قوطي شاني قديمه وبيبسي. شوف اللي اقول لكم الاصداف متحجره هنا تحصل. شوف حجر في الصدف ان شاء الله، الحجم جميل قوي بعد، اضافه جديده للمتحف. اليوم بنضيف اضافات ابوي، يلا خذ لك بعرضهم لكم عقب صوره حلوه. الله حصلنا عظم سلحفاه، قعدنا نفسه في المتحف وبنشله بعد، عجيب. في مشروع في السلحفاه عقب اخبركم عنه، اللون الجميل والنادر والقوي هذا، تحصل نفسه على طول شله حتى لو كان صغير او كبير. شوفوا التيم، تخيلوا هذا ما منكسر كيف بيكون حجمه، اكبر عن ايدي. شوفوا ها نهايته، بس يلا بنحصل واحد كامل ان شاء الله. شوفوا هنا بتحصلوا الاشياء المتحجره القديمه العتيجه من البحر، هاي الحالي والله شيء قوي.
الحين وصلنا المنطقة الجبلية. اوه هامس اللي عندنا هذا ما متحجرها من البحر، هذا بخبر وهذا جاهز، بس تحط فيه هنا ميدالية خلاص مخروق بعد. ووصل الماي كانها تترياني هاي مرة، قول يلا حبوب تعال شلها حبوب. ها التيم افعيه خيبة، شوفوا الناس حصلوا صداف احجام وقديمة. ليش؟ لان البحر يطلعها تنشب في الحصى ما تقدر ترجع في اليبل، هذا اليبل اللي بيكون عندنا ما شاء الله. ناخذ لفة هنا سريعة. لفة سريعة بناخذ. صارت والله اخاف اوصل هناك ويدرس البحر بعد، خلاص حبوب يغرق. يلا نخطف سريع نخطف سريع، اوديكم هناك شوفوا. بندوره ونعال شوفوا هنا الماء يوصل يطلع اشياء. ها شو كاتب بعدها؟ افعيه بعد مشكله خيب، اعطاها اكس والله. تيم شوف شوف الدروي يمشي حي. ها وكاسكو يا سلام يا سلام، هنا تفرش سمه وتقعد بعد والله تشوي. الله الله شوف سكوترات بعد. عندكم المكان الثاني بعد، هنا بعد عندك مكان هني. احنا اليوم نتمشى فوق، يوم البحر بيكون راجع هناك بنمشي على ريولنا تعرفوا. عنديك الحصى بوصلكم، في وايد اصداف. اليوم البحر متقدم حسب شي ما حصلنا وايد اشياء هناك. شوف المنظر كيف والله خطير، شوفوا كيف عشان تعرفوا انه قديم. شوف كيف ماكلين البحر اكل. بعد شفت غطات بيبسي قديمة، ما اعرف ها بيبسي ولا الشيء المازين، ما ادري والله شكله شيء مازين. شوف كيف ها كرسي مرة محطاي لك بعد تقعد. شفت مغارة هنا ما اعرف شو فيها، في اصداف اصداف. ترى البحر يوصل هنا ويوم يرجع يوصل هناك. شوف هذا هنا هنا هذا هنا يوصل، يعني ها كله برا يكون ورمله تطلع. اوه تيم شوف شو حصلنا، هندل توقع مو سناره شو وصل هنا ما اعرف. تيم الحين انا عندي كيس كيف اشيلها؟ البحر ما شاء الله استوى زحمه، تعرف شو تسوي؟ تسوي كذا او انك ميود الكندور عشان ما تطيح. والله خضه وامشي كذا بس، والله بس. عليكم الله يحفظكم. تيم التلفون فيه ثلاثة، لازم ارجع السيارة. سيارة وين؟ وهالخطة جوه ما ينعرف والله. شوف بس حصلت هالحجر الجميل، صدف متحجر، نقدر نقول انه صدف متحجر.